write about a country. اكتب عن بلد. اكتب عن بلد. انشاء جدا مهم. عندنا انشاء in العراق. Iraq is quite a big country. It lies in southwest of Asia and has a big population. There are about 35 million people living in Iraq. Baghdad. Baghdad is the capital of Iraq. Iraq grows wheat, rice, dates, fruit and vegetables. Oil is the most important industry in Iraq. It has two great rivers, the Tigris and the Euphrates. If you want to visit Iraq, there are a lot of historical places to visit, such as Ur, Babylon and other interesting places. هاي الترجمة مال الإنشاء. العراق بلد كبير جدا يقع في جنوب غرب قارة آسيا وتعداد سكانه كبير. هناك حوالي 35 مليون نسمة يعيشون في العراق. بغداد هي عاصمة العراق. العراق ينتج القمح، الرز، الفواكه، الخضروات. النفط هو أهم صناعة في العراق. في العراق نهران دجلة والفرات. إذا أردت أن تزور العراق هناك الكثير من الأماكن التاريخية في العراق مثل أور وبابل وأماكن ممتعة أخرى. طبعا طلاب هذا الإنشاء جدا مهم. الإنشاءات تجينا بالامتحان الوزاري بالسؤال الخامس، آخر سؤال بالسؤال الخامس راح يجيب لك فرعين أي وبي. أي وبي الإجابة على فرع واحد. الإجابة على فرع واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.